عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم من السودان يسأل يقول: أعطيت زكاة الفطر مالا لأحد الأشخاص، وهو بدوره يجمع أو يجمع من عدة أشخاص زكواتهم، ثم يشتري بما جمع من مال طعاما حسب ما قالت السنة ويوزعه على الفقراء، لأنه أدرى بفقراء البلد منا، هل يجوز ذلك؟ نعم نعم يجوز ذلك، طالما أنه سيخرجه طعاما، نعم، على كل ذكر وأنثى، وعلى الرجل وأهل بيته ومن يمون صاع من بر أو تمر أو أقط أو شعير، يعني من غالب قوت البلد. فإذا قلتم مثلا الصاع عندكم في السودان، مثلا الصاع عندكم في السودان وليكن ب15,000 جنيه مثلا، والصاع 4 أمداد من مد النبي عليه الصلاة والسلام، وانت عندك في البيت مثلا نقول 4 أشخاص، يعني مثلا 60,000 جنيه، فأعطيته ذلك جزاك الله خير وجمع من فلان وفلان وفلان وفلان، ثم اشترى به طعام قوت البلد الذي هو ذرة، قمح، شعير، دقيق، أيا كان، فأخرجه ووزعه على الفقراء، فلا حرج في ذلك، المهم أن يخرجه قوتا. ثم ننوه ونقول: وقت إخراج الزكاة وقت إجزاء وقت الفضيلة، حديث ابن عمر، يوم أو يومين قبل يوم العيد، هذا وقت الإجزاء، وقت الفضيلة قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد، وعليه أن يتفقد الفقراء والمساكين والمحتاجين وأن يعطيهم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارحم أبي وأخي وعمي وجميع المسلمين على طاعتك، احفظنا ترزقني بر يا رب العالمين. تم تحلل صوتيا في ظهيرة يوم الأربعاء ل14 خلونا من رمضان عام 44 و4000 من هجرة عدنان عليه الصلاة والسلام، واهتبلوا فيما بقي أيها الكرام الفضلاء، فإن الخيل تستمر في مضمارها حتى تبلغ نهايته. واجعلنا إياكم من العتقاء، صلى الله عليه وسلم.